للحديث أكثر عن تزايد نسب الإصابة بالسرطانات في محافظة البصرة والإجراءات المتخذة للحد منها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، بداية مرحبا بك. تزايد نسب الإصابة بالسرطانات في محافظة البصرة، يعني إلى ما ترجع هذا التزايد في نسب الإصابات في العراق؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين. مساء النور أستاذ العزيز. ليس جديدا، البصرة من زمان تعاني من الاحتلال، من الاحتلال الأمريكي، من استخدام اليورانيوم المنظف. نسبة السرطانات هسه من يقول بالرئة، صحيح بالرئة، يعني حتى الزراعة غير الطماطم وغيرها وغيرها، يعني التقارير قالت كلها ما تصلح لمدة 10 سنوات. الأراضي اللي تستصلح أو اللي انصابت باليورانيوم المنظف من قبل القوات الأمريكية وكل دول الاحتلال كلها سببت إصابات الرئوية، وحتى أمراض الدم، أمراض الدم اللوكيميا وغيرها وغيرها كلها أسبابها العدو الأمريكي الاحتلال. هذا جانب. جانب آخر، إحنا أكو شيء يعاني العراقيين، يعني المغيبين والسجون والقتل اليومي والدنيا، هذا نعتبره احنا نوع من انواع السرطانات، نوع من انواع السرطانات، السرطانات الغير معروفة، غير موثقة. يعني عندنا عشرات الالوف من العراقيين مغيبين، هذا مشكلة سرطانية اخرى يعني من الشعب. الحكومية دكتور تقول ان 2000 اصابة بمرض السرطان سنويا في البصرة وحدها. الى اي مدى ترى هذه يعني هذه الاحصائيات دقيقه؟ نعم دقيقه. عندنا يمكن 8 اطباء انكولوجي اختصاص اورام في البصره، مع العلم مستشفى صغيره لامراض السرطان. انتبه، مستشفى جزء من مستشفى، جزء من مستشفى، يعني الطابق الارضي، طابق ارضي مسوي للسرطانات. يعني حتى شوف العراق كله باقي عليها جماعة الخير. ترى احنا عندنا معهد الطب الإشعاع الذري اللي يسمى معهد الأمل في ساحة الأندلس، اتهمت عليه، هذا الوحيد بالعراق. هل سووا يعني من بعد التسعينات أو الثمانينات سووا أجزاء، يعني جزء مستشفى الرمادي، جزء مستشفى اليرموك، جزء بالمستشفى البصرة، جزء يعني حال المرضى مال الباطنية والجراحة والنسائية. طيب دكتور، الحكومة تقابل هذه الإحصائيات التي ترصد الإصابات الخطيرة، إلى أي مدى تراها أنها تقابلها بإجراءات جادة لإيقافها أو وضع حد أو حلول لها؟ من قال لك أن عندنا حكومة إحنا؟ من قال لك احنا مو حكومه، احنا كعصابات تحكمنا وليست حكومه. شعبنا ينذبح يوميا، مؤسسات الصحيه تعبانه. نعم. يعني انت ما ادري، شوف هاي الكورونا كيف بده يصعد، 5000 وشويه 6000 طيب. وشويه. دكتور، ما الدور الذي ممكن ان يلعبه التلوث البيئي الناتج عن استخراج النفط والاسلحه الكيماويه التي استخدمها الامريكيون في اثناء الغزو او احتلال العراق في تزايد أعداد المصابين بالسرطانات؟ نعم، هو هذا الدور، هذا يصعد، وهذا بعدين، هذا أكو شغلات غير منظورة، غير منظورة يا أخوان، والله ما أدري، غير منظورة. يعني الدولة والإجراءات إلى الآن ما في إجراء، إلى الآن ما في إجراء. نعم. للأمانة ما في إجراء. نعم. لأن ما يحبون شعبهم، ما يريدون شعبهم، يعني أنت شوف دحك عليه يا أخوان، البارحة. الفريق العراقي والايراني جاي يلعبون طوبه. نعم. فاز الفريق الايراني. نعم. ضربوا طلقات، مكيفين بفوز ايران على العراق يا اخوان. شكرا لك دكتور ابراهيم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي، شكرا جزيلا لك.